أنواع التفاؤل الشرعية واضحة، والفأل قد يكون منه الفأل الصالح أو الفأل الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، فسره بالكلمة الحسنة، رواه البخاري. فالفأل الصالح مرت أمثلته، ولو خرج من بيته فسمع شخصا يقول يا غانم، أو ذاهب لعقد صفقة فسمع شخصا يقول يا رابح ونحو ذلك، فاستبشرا. مريض خرج ليسمع واحد ينادي الآخر يا سالم فانشرح صدره لذلك، فهذا شرعي، هذا مستحب. أما المذموم فهو أنواع، ومنها أن يسعى إليه الإنسان ويتقصده، ومثال ذلك رجل يريد أن يقدم على مشروع معين فيتقصد أن يفعل شيئا ليتفاءل به، كأن يقول فلأسأل أول واحد ألقاه في الطريق عن اسمه، أو أفتح كتابا وأنظر أول كلمة تقع عليها عيني. هذا التعمد ليس تفاؤلا شرعيا. قال الطرطوشي رحمه الله: وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز، لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية، وهي قداح، يكون في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل، والثالث لا شيء فيه، فإن خرج افعل مضى، وإن خرج لا تفعل رجع، وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام. هذا الاستقسام بالأزلام الفواكه الدواني. قال ابن حجر فتح الباري: الفأل الحسن شرطه أن لا يقصد، فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة. وقال ابن الحاج رحمه الله: والتفاؤل في الشرع هو الذي لا يقصده الإنسان حتى يسمعه ابتداء، وأما من يقصده فليس من التفاؤل في شيء المدخل. من صور التفاؤل المذموم: يريد أن يقدم على عمل أو تجارة أو زواج فيفتح المصحف، يقولون فتح المصحف للتفاؤل، إذا رأى آية مثلا آية في ذكر الجنة استبشر وأقدم، وإذا رأى آية فيها ذكر النار أحجم ورجع. قال الطرطوشي رحمه الله: أخذ الفأل بالمصحف والشعر ونحوه حرام، وهو من باب الاستقسام بالأزلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرون، وقال: فإن هذا ليس من الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره اتفاقا اتفاقا، مثل أن يسمع يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك مجموع الفتاوى. قال الشيخ ابن عثيمين عن استفتاح مصحف: إن هذا يشبه أعمال الجاهلية. من ضمن الأشياء أيضا السيئة والتفاؤلات غير المشروعة التفاؤل بالأرقام، وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، فمنهم من يرى أن رقم 7 يجلب الحظ، وثلاثة عشر يجلب السوء، والأبراج برج الحمل رقم الحظ 4، يوم السعد 2، برج الحوت رقم الحظ 7، يوم السعد 3، أكثر الأرقام حظا 7 و9 و11 و25 ونحو ذلك. وهذا ما يفعلونه في قنوات الدجل، قنوات الشعوذة، قنوات الكهانة، قنوات السحر التي تبث على الناس. بعضهم يتفاءل بشهر معين أو يوم معين ينشئ به أعمال أو تجارة أو يتزوج به، وانظروا لما تخلو الحياة من العقيدة الصحيحة ماذا يحدث. دراسة أن كثيرا من نساء الصين يلدن بالقيصرية، يرغبن في ذلك لأجل أن يأتي المولود في يوم محدد، تعتقد المرأة هذه أنه يجلب الحظ إذا ولدت فيه والسعد لمولودها. وأفادت صحيفة شنغهاي ديلي في مدينة شنغهاي أن نساء الصين يفضلن رقم 8 ويعتبرنه جالبا للحظ، ونقلت الصحيفة عن امرأة صينية في الأيام الأخيرة من حملها قولها: إن أمها اختارت لها التاريخ 8:08 يوم 18 من شهر 8 ليكون تاريخا لوضعها، يعني وتلد قيصري وشيء غير طبيعي ومكلف على عقيدة فاسدة. وبعضهم يتفاءل برقم 5 ويعتقد أنها تدفع الحسد ونحو ذلك، وبعضهم يتفاءل بصوت يحصل في الأذن من نوع الطنين مثلا، وإذا طنت اليمنى
تفاءل، طنت اليسرى تشاءم، حكت يده اليمنى قال سأستلم فلوسا، حكته الشمال سأصرف، الله يدفع الشر ونحو ذلك. فإن قال قائل ما حكم عبارة فال الله ولا فالك؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه العبارة فأجاب هذا التعبير صحيح، لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة وهو معنى صحيح. أن الإنسان يقول الشيخ يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله سبحانه دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقريب من هذا قول بعض السلف عند ذلك، طير الله لا طيرك، وصباح الله لا صباحك، ومساء الله لا مساك، مفتاح دار السعادة لابن القيم.